فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض اللبث في ساحات المسجد الحرام التي يصلى فيها؟ خارج السور لا بأس، ما كان خارج أسوار المسجد الحرام وأبوابه فلا بأس أن تجلس فيه المرأة الحائض. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.